هجي لك بقى عند نادي الزمالك تخلصه براحتك. ماشي. الزمالك النهارده مباراه غريبه في كل شيء بصراحه، يعني على مستوى الاهداف اللي دخلت في الزمالك، على مستوى الفرص اللي ضيع من نادي الزمالك، خلصت 2-2 صحيح، ولكن الزمالك كان من المفترض انه يفوز بالمباراه. بص يا كريم، هو الزمالك لعب مباراه في رايي انها مباراه كويسه، يعني مباراه الناحيه الهجوميه مباراه كويسه جدا، وصاب عدد فرص كبير جدا، واجه سوء حظ في ثلاث او اربع كور في القايم والعارضه، صح، لعبت وضيعت فرص كتيره. الزمالك عنده مشكله واضحه، كانت واضحه في الجون الاولاني كمان وفي الثاني حتى، وان كان في شكوك على ان هو ممكن يكون اوفسايد او لا، او دي حاجه تفتح لنا قصه الفار وازاي الفار مش متطبق في دور المجموعات اصلا. تصرخ من شويه على القصه دي من البدايه، المفروض طبيعي يكون في فار في اي بطوله كبيره، زي ما الكاف قرر ان هو يدي كل نادي مهله زي ما حصل مع الهلال والمريخ، تلعب في ملعبك او لا، يكون في نفس المهله. اصل الفار كمان ما بقتش اللي هي ايه الفاسيلتيز اللي هي اللي هو مثلا حاجه كده اديها لك انت ونصيبك، اديها لك من دور ال 16، اديها لك من دور ال 8، يعني اديها لك لما يجي لي دماغي، لا هي بقت اساسيات الكوره خلاص دلوقتي طبعًا. يعني زي ما انت عندك حكم ساحه وحط لنا حكام مساعدين، عندك فار ما بقتش حكم اللي هو لقطة، اه ولا لقطه الحكم المساعد في الشوط الثاني اللي حسب اوفسايد على شيكابالا، وبعد كده تحس ان هو بعد لقطه قال ايه ده اللي انا عملته ده. لو في فار هو مش هيكون بنفس، يعني مش هيكون بنفس الموضوع ده اصلا، ما كانش هيرفع الراي. وفي جزء يعني اصلا كده كده قصه الفار مع الحكام الراي اصلا بقوا ناس كتيره جدا بيستسهلوا الموضوع ده، ويسيبوا الهجمه تكمل والفار يبقى يحكم. صح. فالموضوع الاختلاف ما بين هنا وهنا بيدي شكل مش، بس دي خليها نقطه من النقط اللي على جنب. طب الزمالك كان عنده مشكله في التمركز، واضح جدا ان في لاعب مثلا زي احمد فتوح الشوط الاولاني كان باين عليه جدا ان هو مش في مستواه، مرهق، مش بنفس المردود اللي احنا عارفينه على احمد فتوح. في النهايه الزمالك استقبل ثلاث فرص او اربع فرص في الماتش كله، استقبل منهم جونين واثنين، واحده اتصد ليها ابو جبل وواحده كانت بره. الناحيه الثانيه الزمالك بيقدم مباراه هجوميه كويسه، نزول كمان اوباما وشيكابالا في الشوط الثاني خلى فيه حيويه اكبر، ونجم يمكن ما كانش في نفس المنتظر منه. حاجه ثانيه كمان في رايي ان امام مع هاني ماجد الراجل الشاب كان مطلوب منهم الشوط الاولاني يغطوا مساحه كبيره جدا من الملعب. امام بعد الوقت شويه قدر ان هو يقف على رجله ويغطي مساحه اكبر ويبدا ان هو يسند في نص الملعب، ولكن في البدايه كان مطلوب منه مساحه كبيره جدا يغطوها مع عدم رجوع الاجنحه انها ترجع تدافع، فده اثر على الزمالك في البدايات. ولكن مجملا الزمالك لعب مباراه هجوميه كويسه، قدر ان هو يرجع من 2-0، الطبيعي ان هو كان يقدر يكسب 3-2، ولكنه وصل على الاقل ان هو يخرج بنقطه. الموضوع مازال في المتناول، الزمالك يقدر يصعد من المجموعه. الموضوع يعتمد على المباراه الجايه، مهمه جدا بره ملعبك، تقدر تكسبها هتديك ثقه كبيره قبل ما تخش على ماتشين الوداد. نتائج الزمالك بشكل مباشر مع الوداد، ونتائج المباشر الوداد بشكل مباشر مع الفرقتين التانيين بالذات. الزمالك استفاق، قدر ان هو يعدي من مطب ريزل. دايما اول ماتش ما بعد كمان بطولات افريقيا، فتوح والونش وابو جبل الثلاثه دول تحديدا، زيزو كمان بنسبه اقل، كانوا جايين من فتره ارهاق طويله، معسكر طويل، لعيبه بتلعب بتتحط في ضغوطات كبيره، فمنطقي ان احنا نشوف في سنه ارهاق، سنه لسه عدم تركيز من 100%. مين اكتر لاعب عجبك النهارده في الزمالك؟ امام. امام عمل دور كويس جدا، وبيدي يعني امل شويه انه ممكن يكون هو اللاعب اللي احنا عايزينه في ماتشين السنغال، اللاعب الوسط اللي بينقل الكره لقدام. لو استمر على كده وقدر ان كارتيرون يطوره وكيروش بعد كده يطوره، وارد جدا نشوفه اللاعب.